On est content de renouer avec la victoire et on avait à cœur de gagner ce match. Voilà, on a bien bossé et je pense qu'on est content de renouer avec cette victoire et on va continuer de bosser pour aborder les autres matchs. أول حاجة تنبغي نهن اللاعبين على المقابلة اللي قدموا و فوالا الحمد لله جينا لطنجة وكان المنافس ديالنا حنا عارفين المنافس ديالنا الفريق تحت طنجة منافس قوي مي بون الحمد لله استطعنا باش نربحوا ناخذوا ثلاثة نقاط من هنا اللي ما كانت سهلة فوالا الحمد لله صراحة المقابلة ما كانت سهلة كنعرفوا فريق تحت طنجة يعني كيلعب واحد الكرة حديثة جاونا فرص فجاتنا فرصه ديال وليد كرشي ما استغليناهاش في الميطه الاولى ولكن في الميطه الثانيه دخلنا عازمين سجلنا الهدف وكنتمنى الحظ موفق للفريق طنجه واللي ما كيستاهلش هذه المرتبه هذه صراحه كنخدم عليهم هذا لي كوفر هذا في لونطريمون وجات الفرصه الاخيره اللي كانت كوفره في الميطه الثانيه وحاولت نسجلها الحمد لله المقابله كانت مقابله صعيبه ماشي مقابله سهله فريق اللي كيخرج باغي يخرج من مؤخره ديال الترتيب وحنا فريق كننافسوا على البطوله كانت مقابله صعيبه خصوصا كانت المقابله بلا جمهور كنتمناو باش فريق اتحاد طنجه يخرج من هذه الوضعيه عنده لاعبين في المستوى كاين فريق في المستوى حنا بالنسبه لنا كان خاصنا ثلاث نقاط باش نزيدو نتقدموا في البطوله ان شاء الله